بدون ما تعرف قد عملتها اطلع اظن مدها عندك يا خليني اقول 10 دولار لا خليها والله مو صح والله والله ما في غير والله ما في ركز هذه مجموعة كروت عادي نفس ما قلت لك خذ اي كرت من اي مكان واحمل عليه اي علامة عشان ما تقول اني غيرته ولا بدلته الحين لو ادي لك انا 5000 دولار ناي وش قدر الاستثمار والله اكيد والله ما عاد يزيد الدهب خليني اقول 10 دولار لا خلاص تختفي ما ترجع لا ترجع ما شيء ترجع والله ما عاد يزيد والله لا عم اوقف هيثم لا اما لو 10 دولار تضيع تقدر تحول عمله ثانيه اخفيها اغيرها عمله ثانيه هي بس ترتيبها التشتيله تجهز شوي يعني ما تدش الان اديها لو اديها 10 دولار الان جيب لي 100 دولار وانا اخفيها انا على طول شي تذاكر ايش بالضبط عشان نخفيها ونمشي علي انت خلصت باقي القصه دينا عليها يلا اسحب اي كرت من اي مكان اي كرت من اي مكان شوف انت اخترت كرت مميز 4 سوي عليه توقيعات عشان يعرف التوقيع غيرها اشتري اي علامه توقيع مميز حلو يا سلام عليك تخيل معايا اكتب التاريخ حقه بعد لا خلاص عادي ها ما يحتاج شيء ليشني ما عاد كتب شيء طبعا ركز في الخدعه هذه خطيره مره وصل كتب ركز عليها تمام 4 هذه الاربعه يا جماعه ركزوا عليها لو قلت لك بكل بساطه اني اخذت الاربعه هذه ها خليك مركز عليها تمام الاربعه اللي وقعت عليها تمام شوفها حطيتها في نص الكرة وقلت لك دخلها بيدك ادمجها لداخل حلو سؤال بدون ما تعرف قد عملتها اطلع اظن مدها عندك يا طلع على عفرة الزراعة هي عفرة طب التوقيع ما يتغير يعني ما بلا معك واحد ثاني ولا طبعة ولا كيف لا والله ما دنو سحر والله ما في اي سحر انا طرحتها بيدي انا والله طرحتها بيدي لحظة انا ما قلت خليتني مع ده ما تعمل لمسراتك هكذا بعد عليك والله ما غريبنا الا انت لا ما عليك لا لكن ما مستعد تمسح طيب اسهلها لك طيب مره ثانيه ماده لا فاهم ما نشتري اعلمك كيف سويتها جيب لي الكرت هذا والله الشكل هذا حق بلي يسوي شوف ها هذا الجوكر عادي تشد بيته على جنب ما لهش اي علاقه طبعا قلت لك المميز ان توقيعها في التوقيع حقها التوقيع حقه مستحيل ان الواحد يقدر يغيره او يشيله في اي مكان شوف امام عينك تمام صعب هذا توقيع حي يعني مش انه واحد إيه صعب مستحيل بقدر اوقعها طبعا ها كل العلامات كلها فيه تمام الان هذه الاربعه هنا امام عينك شوفها فين انا ايش تعرف ما كفزت من هناك طيب انا بعلمك كيف شوفها يا خبير والله ما في غيرها والله ما في غيرها والله ما مسح والله منسحب والله ما في غيرها اي صعيد عيد مثلا اطرح بدون ما تعينها انت طيب شوف انا بقول لك حاجه هذه الاربعه تمام طبعا نفسها اللي جبتها لي انت هنا تمام ركز واحد اثنين خليها تختفي ما انا فهمت طوال وش يقبل لا ما ترجع لا فهمي لانك شوف هذه الاربعه نفسها من غير ما اسوي لك حاجه تمام ها من غير ما تختفي من غير شيء ها ما فيش في اي حاجه طبعا انت الان بتقول اني اول كرت صح؟ اول كرت صح طيب حلو هذه هي الاربعه اللي اخترتها انت بس تركيزك غلط ما هيش اول كرت ولا هي باخر لا ركز عليها حتى لو عملتها كذا حلو طبعا شوف ما هي باخر كرت ولا هي باول كرت تمام؟ طيب كيف اطلعها؟ لازم اسوي حركتين السحريه والله ما ظني سحر لا والله ما هو سحر ما في اي سحر في الموضوع رقم الثانية ها والله عادي يا شباب مستحيل نطلع طيب اشي حق الخمسين انا مش اللي الخمسين حق الخمسين دولار هذه اقوى منها شوفها تخيل معي اني اخذت لك البطه هذه كامل وقلت لك اختر منها اي كرت تشتري طبعا هذا صندوق عادي نختار اي كرت مثلا اخترنا هذا الكرت الاول ايش هو؟ خمسة طيب شوفها وين اختفت الخمسة؟ هذه هنا موجودة ما تروح شيء ايوه ما تروح قفلت صح كذا شوف بدات تفهم الحين كشفت لك الخدعه الاولى صح؟ طيب تخيل معي اني اخذت البطه هذه كامله شوف ها حطيتها داخل العلبه هذه امام عينك ولا بخليها تروح اي مكان البطه الان وين؟ صح البطه الان وين؟ لا
وين راح؟ صندوق فاضي. شو اسوي لك خدعه بالفلوس. احنا طبعا احنا في السقف ناخذها. شيل النظاره عشان تكون واضحه معي. خدعه رهيبه جدا. هذه 50 ريال. من عاد يحصل هذه 50؟ ايوه حق التراث. طيب وهذا هو 1 دولار. نفس القصه. تخيل معي اني بسوي لك اغرب حركه سحريه بهذه العملتين، الخمسين والدولار. عطفهن زي ما كانت. لو ادي لك عمله ثانيه. اي شيء مو مشكله. بدي لك 100 دولار. نسوي الخدعه هذه وارجع جيب لي اي عمله ثانيه. 100 دولار زرقاء. ادي لي 1000 جديد بس وانا اسوي لك به لعبه جديده. 1000 يمني؟ اي عشان الدولار هذه ربما تختفي وبعدين ترجع تدورها. ما مسامح مسامح. خلاص جيبها وانا اخفيها لك امام عينه. ما هو بزام شيء ذم. والله ليش لا بزام شيء ذم. لا والله يلا. طيب شوف هذا الدولار انا بثني كذا بعطفه ونحطهم في يدك. افتح يدك. لا يد واحده بس كذا. ايوه ال 50 والدولار الان مقفلت في يدك صح؟ يلا لف لي يدك. طيب الحركه بسيطه جدا. اخذ اي عمله من اللي في يدك من غير ما تعرف انت. من غير ما تاخذها ورم. الان شوف 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 انت. لا راخي بس كذا. امسك هذه قوي قوي. ايوه شوف انا اللي في يدي ايش؟ اليمني. 50 50 اليمني. ركز عليها. شوف هذا الحين عندي ولا ريع. انت بتشوفها الان اول ما اسوي كذا 1 2 هي افتحها الان. طلع من اللي هذا كيف يا مجنون. عيد 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 عيد. لا والله ما داخل خيال. ما مش مستحيل مستحيل. طيب جيب لي من عندك. انا بعيد لك. جيب لي من عندك الان 1000 ريال وانا اعيد لك. يلا عشان حقك تكون فيها حاجه فيها غلط. بس جبت لي 1000. هذا دور 100 دولار. ما عادش 100 دولار والله. ما عاد انا مشي 200 دولار والله. لا يسربها هيثم. ادي لي حبه جديده بس شويه. اختار لك اللي تشتهي. اما انا ما هو سحر. والله ما هو سحر. كله العاب والعاب سهله جدا جدا. ما اعتقد انا ما انا يعني الاطفال يعرفوا يسووها. خلاص هذه تكفي. هذه تكفينا. هذا 1000 ريال جابه هو تمام. تخيل اني لو عطفت ال 1000 كذا ها ولا سويت اي حاجه كذا ثانيه. ماذا هذا معي غير شيء واحد اسامه يعني وعاد حقهم بخ. اي حق انا فيها تقديرات. ايوه هذا من طرف ثاني. فيان اغراض فيان شيء. شوف تخيل اني ثنيت ال 1000 وقطعته كذا من النص شطيته كذا شط صغير تشوفه. هذا ما عادش صغير يعني. ها طبعا الغريب في الموضوع ان ما فيش في يدي حاجه عشان ترجع الشط زي ما كان. شوف اني لو بعدت القطعه كذا ها ها كلها. لحظة جد ما فيش فيها حاجة ما شاء الله. طيب 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 اقول لك حاجة ثانية. انا لو قلت لك ما انه مسح ما بلا مسح عيون. لا لا والله ما في اي مسح عيون. انا لو اخذت ال1000 بتعرف كيف سويت الخدعات تماما وما بتغير رايك انه سحر. ها انفخ على ال1000. خذوا في جيبك. مش بجيب مالي. خلاص ها ارجع لك. خذ في جيبي. هذا الكتاب.